في ناس بكل الأمة العربية يا تمام، خلاص فتشوا عليهم، فتشوا عليهم. كمال جنبلاط ليش ميت؟ ليش قتلني؟ لأنه عم بيحكي الحقيقة. بلغت أنا ما بنسى، عمري 16 سنة حط إيده علي هون زيح أمي، حط إيده ما بنسى. وكانت أمي تقرأ كمال جنبلاط وتقرأ أنطونيو سعد إلا بي. هلأ بيجي الأبونا بيتحكم عنا بيشوفك عم تقري هون، إحنا دروز ما في عنا جهل، نحن بني جهل. بس أنا شفت السيد مش السيد، المسيح ومش المسيح، موسى الصدر معي عم بقرأ ورقة هلأ فرجيك إياها، ما مكتوب على يا شيء. ودعيته على حارة حريك صرخ مريم، اللي معه حق ما بده ورق، مريم نور. سميكي موسى الصدر مريم صح؟ مريم نور نحكي سبع أكثر. أحروف ما قدرت تكوني مريم نور مسؤولة عن اسمك الحقيقي، قدرت تكوني مسؤولة عن اسمك المزيف. هيدا منه مزيف، شو اللي هالكلمة؟ طب قولي لي شو بقول؟ ماشي مش مزيف، يعني مريم نور مش اسم الحقيقي لإلك؟ ما في هيدك، ما في اسم حقيقي، خلقنا بلا أسماء. نعم كلنا، خلقنا عريانين، خلقنا إيدينا هيك ومنروح هيك مثل ديوجين. وقت قال له أنا الملك إسكندر بس أنت شحاد، قال له بس نوصل على البيت بنعرف مين الشحاد ومين الملك. حاجة بقى تعمل لي حالك إنه مستعمل كلمات وهيك شيء ونكبهم هيك كبهم. أنا قدامك ما بعمل، يلا حننتقل على الفقرة الثانية. ماشي ماشي، لا فقرة ولا مقرة بقرة. طيب آخر كي. سؤال قبل ما نروح لهونيك وتعطيني علم اللي لازم نقراه. أنت اليوم ما كنت قد مسؤوليتك كأم ولا كزوجة، بتوافقين الرأي؟ لا لا، أنا مني أم ومني زوجة، ما خلقت لا أم ولا زوجة. يعني لا أم صالحة ولا زوجة صالحة؟ خلقت ومعي رسالة من أنا وصغيرة إلا لأني أنت مش أم. يا دي اللي ياخذوني عند الأبونا. من زمان كنت تقولي لها هيك؟ إيه، أخروها عند عمتي وعمتي تسكت شوي، بتعرف أتراك شو عملوا فيهم. قال له أنت مش بي وأنت مش أمي. ياكل قتلي 5-6 سنين عمري. وين بدي يروح؟ احنا ارمن يعني، اهرب هيك بالجيران. بعدين في جيراننا ارمن بيعوا بيتون، اجوا ناس دروز قعدوا صاروا يجيبوا لها اكل لامي، حبتهم كثير، صارت تقرا كمال جنبلاط ويقولوا لها شيء عني انا يسكتوا انه احنا دروز. بتعرف ما في شيء كوني، ما نعرف بالكونيات، بس ضلت الفكره فيي. ولما شفت حبيبي ورفيقي والمسيح موسى الصدر صارت معي إشارات كتير، كون وقفت تروح لعنده على صور هيك لقي حالي بعنده هيك طرفت عيني. ما أعرف إنه في خطف وخطوة، ما أعرف إنه في مني جسد. يقول لي هذا التاني جسد، إسراء ومعراج، يا سرية الجبل، يا كله. وهيك بلشت وصلت لها.